لا يخلو من فوائد كثيرة. جمع الشجرة هذه بالذات خاصة لأن الجسم ما تعود عليها. طب ذكر هنا من شجرة تنتمي إلى عائلة المورينجا، ولكن أشهرها شجرة المورينجا أوليفيرا، الإيلوفيرا، والإيلوفيرا اللي هو تسمى كذلك شجرة الصبار، صبار الألوفيرا، وهنا اسمها قد يكون فيه نوع من الاختلاف، هي ألوفيرا وديك ألوفيرا بالفي وذي بالفاء لمن يشكل عليه الألوفيرا. ايوه حلو. هذيك ألوفيرا وهذه ألوفيرا. نعم كنا تميز المورينجا باحتوائها على مجموعه من البروتينات والفيتامينات، شفت، والمعادن والمواد المضاده للاكسده التي لها دور كبير في المساعده على علاج العديد من الامراض والمحافظه على الصحه. هذه يعني ذكرت هنا، زين، لانها التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند استخدامها. تجدر إشارة لأن شجرة المورينجا من النباتات القديمة التي استخدمها الهنود في تعاليم طبهم القديم. طبعا يقول ذكر أنها هندية، هندية المنشأ، ولكن كل الشرق والغابات الاستوائية عموما سواء في أمريكا أو في على خط الاستواء كلها في تجي فيها المورينجا. يا سلام. والمدرسة الهندية والطب الهندي القديم يشتمل حتى على زيتها، ويشتمل على بودرة تأخذ منها وتطحن وتجعل في زيت ثم يكمد بها على أساس يأخذ الجسم بعض الفوائد منها عن طريق لأن التداوي يا يكون بالأكل أو بالدهن أو بالشرب أو بالسعط أو باللد أو لاحظوا حتى طريقتهم بالتعليب شيء لا لاحظ بالإضافة إلى استخدامها قبل الرومان والمصريين واليونانيين وكانوا يستخدمون الأوراق والسكران للحصول على فوائد المورينجا لعلاج فقر الدم والتوتر والتهاب الشعب الهوائية والكوليرا. ما هي فوائد المورينجا؟ فوائد المورينجا للمعدة، فوائد المورينجا للأعصاب، فوائد المورينجا للعظام، فوائد المورينجا للتخسيس، فوائد المورينجا للبشرة، فوائد المورينجا للشعر، فوائد المورينجا للسكر، فوائد المورينجا للنساء، فوائد المورينجا للرجال، فوائد المورينجا للأطفال، فوائد شجرة المورينجا للأخرى. ما هي طريقة استخدام المورينجا؟ ومحطوط رقمهم ومحطوط يبدون هذا رقم نفس العطارة. العطارة الشجرة اللي قلنا أمس. أي شجرة؟ وشي حقت ما شاء الله المورينجا؟ لا غير المورينجا، هذه ثانية. المورينجا فوائد الأكل عموما، الأكل الصحي والأكل تكلم بعد عن هذا اللي شوف تعليبهم بمحمد.